ما يمكنش لينا نجيو لمؤتمر حزب الاستقلال بلا ما نلقيو تحيه على الجهه الشرقيه وبالضبط الناس ديال بركان. ما شاء الله. واه يا ولاد عمي كامله مكموله. شفينا هي؟ ها هي طبعا كامله مكموله. بيان سير بيان سير. سيداتي وسادتي، لاننا دائما كنوريو لكم الكواليس، بغيتكم تجيو تشوفوا هذه المبادره الجيده جدا. انا حمقاتني وعجباتني. شوفوا كل كرسي كتلقاو فيه هانتم الرمز ديال حزب الاستقلال، وكتلقاو فيه الرايه المغربيه. مش نقول لكم من الاخر، مغاربه حتى الموت. تبارك الله وصلى على النبي عليكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا الكواليس، هانتوما صوره جميله. وانا كنتخايل منين غادي تهزوا هاد الاعلام الوطنيه كيفاش غادا تكون القاعه. وهانتوما كيف ما كتشوفوا سيداتي وسادتي، السيدات والساده المناضلون من كل انحاء المملكه المغربيه، من طنجه للقويره، يتوافدون تباعا هنا على القاعه الرئيسيه. بعد قليل سينطلق المؤتمر، وطبعا اكيد غادي تشوفوا عندنا بوحدنا حصريا في غاديو بلس كواليس، اكيد ما غاديش تشوفوها في شي بلاصه وحده اخرى. اذا بقوا معايا. وانتم كيف ما كتشوفوا شيئا فشيئا القاعه بدات تتعمر. ما شاء الله الاستقلاليون والاستقلاليات معمرين، ها وحنا كان معمرين القاعه. واكيد ان هادو غير المؤتمرون الذين يعني تم انتخابهم لحضور المؤتمر، وكنعرفوا بان المغرب يزخر بالاستقلاليات والاستقلاليين. الحزب العريق، الحزب الاول ديال المملكه المغربيه، حزب الاستقلال. اذا بقوا معايا. كما كتشوفوا الاجواء، هانتوما الاجواء هنا، القاده السياسيين هانتوما كما كتشوفوا في اثياء الاثناء يلتحق نزار بركه بالقاعه. السي مضيان، لا السيد وزير النقل السابق، بارك الله. هنا كتشوفوا حزب الاستقلال كاين فيه بزاف. هانتوما باش تعرفوا الساده الحاضرين، هما اللي حاضرين هنا، السيد الوزير السلسفوري نبيل بن عبد الله، والساده الوزراء ديال ولا لا مباركه بوعيده. اي هانتوما القيو معنا نضرع الحضور. اذا سيداتي وسادتي، الان ترديد نشيد الوطني. شوفوا الحاضرين شخصيات سياسيه. الله يبارك في عمر سيدي. الله الله على الاعلام الوطنيه. نشيد الحزب، نشيد الحزب، والله الله. انتم والله الا اجواء وطنيه، عرفتيو داروا الرمز ديال الحزب مع الاعلام الوطنيه، ها والرساله لوك. النشيد ديالهم واعر، سمعوا الرسائل. انا بعدا عجبني النشيد ديالهم، رائع. الله الله الله، الكلمة المنتظرة للسيد الأمين العام الحالي، طبعا المستقبلي، وهذه عارفة غتكون أمين عام.
اذا انتم كيف ما كتشوفوا الاغلبيه تصفق لبعضها ومعها حتى المعارضه. ما شوفوا الاجواء هنايا في القاعه، كل شيء يعني ينتظر بشغف كلمة السيد الأمين العام. احنا سمعوا. نرحب بمولاي محمد دويلي عضو مجلس الرئاسة. سيداتي وسادتي، تحية خاصة للمجاهد السيد محمد الدويري. لحظة تقدير وعرفان سي محمد الدويري. إذا السي محمد الدويري كيف ما كتشوفوا معنا هو قامة استقلالية معروفة. صافي دابا السيد الأمين العام قال لكم تم افتتاح هذه المحطة، نشوفوا معايا. شعار نريد أن يعبر عن وفاة الاستقلال وإخلاص دائم لثواب الوطن ومقدساته الترابية وتجنب دائم وراء جلالة الملك الله يبارك في عمر سيدي الإصلاح والتطور والتنمية والازدهار. تبركوا فيا الذي يدافع عنه حزب الاستقلال. واه واه أيتها الأخوات وأنا فامي حجيرة المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية ما بيناتهاش بزاف مع هذا الوقت. نسولوه شوفوا حتى هو رأيه فيما يحدث. ظرفيات وأولها الجزائر. تقول واش تسلت؟ شو الصراحة لله أنا عجبني التنظيم هنايا. شوف لأنه أنتم ما شاء الله السيد الأمين العام كيلقي الكلمة، الناس ديال الأمن الخاص ما شاء الله عليهم تبارك الله، خصوصا مول العوينات الزرق. تبارك الله على مول العوينات الزرقين، راه كتأد خدام على راسك تبارك الله. وتنأديو الواجب ديالنا على ما يرام وتقريبا على ما يرام في حسن ظن الجميع. تبارك الله عليكم، تحية لرجال الأمن الخاص السيادة الوطنية. ها اسمعوا في المواقف العدائية وإن مناورتهم الاتحاد المغاربي بدون مغرب محكومة بالفشل. منين فاشلين؟ شوفوا شو التصفيقات. فضلا عن كونها خيانة تجاه خيانة المغاربية. رسالة قوية جدا لخصتي كل شيء يا سي نزار. فليس من المواطن الحق والمسؤولة استغلال فضاء الحريات للنسي بالحياة الخاصة للأشخاص. عنده الحق، عندك الحق السي بركة. أو ولا كل شيء كيهضر في الحياة الخاصة للآخرين، ما كاين قانون، ما كاين أخلاق، ويلي شويش الحدود. أنتم هنا حاضر السيد سفير الشقيقة فلسطين، حاضر معنا الله يكون معاكم، والمغرب دائما مدعمكم وواقف معاكم، حتى حاجة ما تبدلات. ولا بديلة لدولة نيشان. كل شيء واضح، تحية فلسطين. ها هو السيد السفير حاضر هنا فرحان. تبارك الله عليك. شوفوا إذا كيف ما كتشوفوا، إذا مشاهدينا الأفاضل أنتم كيف ما كتشوفوا حضور كامل هنا ياك من خلال الكلمة ديال السيد نزار بركة لخص الموقف ديال المغرب من القضية الفلسطينية. إذا لا خوف، وكاين الدعم دائما ديال المغرب للقضية الفلسطينية، وموقف المغرب من هذه القضية هو ثابت وملموس وبدون مزايدات. حنا ما بغيناش بلادنا يجيو خارج الفرق الخارج، بغينا نرجعو لبلادكم جميعا. الله 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 على السي نزار. فعلا حنا الوليدات بلادنا في المغرب يبقاو في المغرب، علاش غتمشيو لبرا؟ زعما باش فايتها لنا هاد اوروبا والمريكان. هذا سي نزار كيتكلم هنا على الورش ديال الحمايه الاجتماعيه، الورش ديال سيدنا الله ينصرو. الحمد لله الحدود الساعه كاين واحد المسافه طويله تم قطعها في هذا الموضوع هذا، وان شاء الله مازال الخير امام. غير ما تقلقوش وما تهزوش الهم. والله الا السي نزار بركه الا فصيح اللسان، وحيت انا ديما السي نزار بركه ديما كيجيني هذوك الناس اللي كيتكلموا بالفرونسي كاع، الا كثروا اللغه العربيه لونجلي اللغات ما عندهمش شيء مع ديك اللغه ديال الشعب. ما فاجئتيني يا السي نزار صراحه لله. سمعوا ان شاء الله قبل فتح باب
الاولين عليكم جميعا. كانت 26 ابريل 2011 الذي قادها الاستاذ عباس الفتيح كرئيس للحكومه. تحية السي عباس الفاسي قيدوم ديال الحزب الاستقلال، تحية ليك. مشاهدينا الافاضل، انتم عارفين ان السيد الامين العام لحزب الاستقلال هو في نفس الوقت وزير التجهيز والماء، واش كيقول على السدود؟ العالم القروي، لان العالم القروي كذلك اساسي بالنسبه الينا باش نكملوا الماء الري وكذلك الماء للماشيه. مهم من الاخر الحمد لله الشتاء طاحت وكاين واحد المجهودات جباره بخصوص الماء، ولكن اش غنقول لكم نتوما المواطنون خصكم تقتصدوا في الماء من الاخر، ماشي تعوموا ليا بالسطوله في الحمام تغسلوا ليا المواعن ما عرفت باش. شوفوا حيت غتوصل واحد الوقيته غيبقاو يتقطعوا الروبينيات ما نلقاوش حتى باش نغسلوا الطبصيل. انا كنقولها لكم استقلالي سيد الوزير، واش وليتي استقلالي؟ زعما دايرين الحدود راه نسلت من هنا. هذاك الشيء ما دوز معنا قاشقاش نديرو معاكم قلت قاشقاش ديما شاده ديما ضرب الضو غير ضرب الضو. كما كتشوفوا الساده ديال الامن الخاص كيديروا الخدمه ديالهم، حنا ما عندناش مشكل، حنا ما عندناش مشكل، حنا ما عندناش مشكل، جالسين هنا كنتابعوا الكلمه ديال السيد الامين العام الحالي والمستقبلي. انتم تحيه صحراويه، شوفوا الصحراويات المغربيات المناضلات لابسات لينا المنحفات تبارك الله وصلى عنبي. كما كتشوفوا الوطن ديالنا ما شاء الله من طنجه للقويره، تحيه الصحراء المغربيه. ها هي ها هي. إذا المشاهدين الأفاضل كانت هذه الكلمة ديال السي نزار بركة، كانت هذه هي الكلمة ديال السي نزار بركة وهي كلمة جيدة جدا. السي الدويري، السي الدويري إذا عناق كيف ما كتشوفوا عناق حار، عناق الأجيال، عناق الأجيال كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الأفاضل. إذا هذه كواليس الجلسة الافتتاحية لحزب الاستقلال. اذا كيف ما كتشوفوا معنا السي الدويري هو قامه حزبيه استقلاليه ما شاء الله عليه، معروف حزب الاستقلال، ومشى وتدرج في مختلف المناصب الله يشافيه ويعافيه. وانتم كيف ما كتشوفوا يرافقه السي قيوح، هانتوما السي قيوح اللي مرشح انه يكون رئيس المؤتمر. جوج كلمات شنو تقول لاعضاء الوحده الترابيه؟ يا سلام شوف هنا كنقول لهم الحمد لله المغرب في صحراه والصحراء في مغربها. الخريطه كامله والخريطه من طنجه الى القويره. شي كلمه اخرى، شي كلمه قاتله. الحمد لله المغرب يسير بخطى ثابته في التنميه. التنميه تبارك الله عليه. سيد الوزير كنتي صافي كرسي تغير الحركه الشعبيه مشات منين انت يا اخي؟ يا سلام ديال النظام اكيد غادي تدعم سي نزار. ومعاه واش باغي غندعمك انت وندعم سي نزار؟ ندعم الوطن. شي كلمه تدعيميه للوطن ديالنا، عندنا الحسات، الحسات يا ربي السلامه. الله يحفظ البلاد. الله يحفظ سيدنا. والله الله يكمل هذا الشيء بسلام وبالخير. لا لا كل شيء غادي يدوز بخير والله الا شوف انتم حزب عريق. شوفوا هذا الشيء فراسك نقول لك واحد الحاجه، انا جيت جايه وقلت غادي نجيب معايا شي كاسك نخسر القضيه فيها الكروشيات والطراشي، ولكن شفتكم معانقين مصاحبين وداك كل شيء بخير الحمد لله. غنشوفوك غدا حضوركم ان شاء الله. مؤتمرنا اللي نديروه لا يكمل الى هذا الله يوم الحد يكمل المؤتمر ديالنا هذه الاولى، ولا يكمل بالتوافق وبالضحك وباللعب وينتخب اللاتي وينتخب الامين العام الجديد القادم. احنا طبعا مترشحين جوج، خصني نبقى ديمقراطي. لا ما نقول انا نضالي، مترشحين جوج، لهذا ينتخب الامين العام ونبداو العمل من جديد واللجنه التنفيذيه. والحزب دائما كان خدام، مؤسساته قائمه في كل مدينه من مدن المملكه المغربيه. عامين لا ما فيها باس، كاين اللي كيقول فيها باس. لا اللي بغى يقول شي باس يهضر وحده شغله. كاين اللي يقول احنا متعذبين، كاين اللي يقول احنا ما كاين بيننا عقب. امين عام قايم ولجنه تنفيذيه قايمه
وخدامه، والوزراء ديالنا وسط التالف الحكومي قائم، والمنتخبات ديالنا المؤسسات في الجهات كلها قائمه، في الجماعات قائمه، التحالف ديالنا قائم، واللي ما عنده تحالف قائم حتى هو، لهذا هذه هي المؤسسات الخدامه. كيدا غادي يكون الفرح والنشاط والتضامن. لا يكون فرح والنشاط. انا اخت قلت انا غنجيب شي كاسك تجي فيه شي كروشيه شي بونيه. لا 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 ذاك 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 التاريخ فقير ملي عادي. الى واحد جا فيه تبصيل وسط مجتمع عادي طبيعي، ولكن ذاك كامل فرح. اما هذا ما فيه لا تبصيل ولا حجره ولا والو. كتسميوها السي حمد كيتسمى تدافع ديمقراطي، الا ما كانش هادشي غادي شكون هي الديمقراطي؟ تدافع ديمقراطي، هذه الديمقراطيه الحزب اليوم راكم شفتوا مترشح جوج لمن العامه، لمن العام ديال الحزب القديم، واحد سيد مترشح ملي جديد، ومترشح لجنه تنفيذيه فيها 107، هذا كامل هي الديمقراطيه. الله وصل على النبي عليك، ودابا راه رابح واحد الصوت. انا معاك دائما انا. حتى انا الى الاب نتلاقى. بلاتي بلاتي انت نشيطه وكتنشطي. مغلقه كيف ما كتشوفوا، خصنا نحترموهم ونحترموا الخصوصيه ديالهم، انهم بغاوا تكون جلسه خاصه مغلقه، ماشي مشكل. اذا مشاهدينا الافاضل نلتقي غدا ان شاء الله واشغال اليوم الثاني. انتم اجيو انتم شوفونا، احنا خارجين، احنا احترمنا. عندكم الدروج زيد 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 زيد. اذا المشاهدين الافاضل هانتوما كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا هذه الابواب ستغلق بعد قليل، وغادي تبدا واحد الجلسه مغلقه احتراما للاخوه والمناضلين، وعندهم شغالاتهم بغاو يتناقشوا بعضياتهم بعيدا عن الصحافه. ماشي مشكل، فتحوا لنا الاجواء، تكلمنا مع المناضلين، تكلمنا مع القياده، وتحيه استقلاليه من مؤتمر حزب الاستقلال. نلتقي يوم غد ان شاء الله، الى اللقاء.